تور سينا لشرم الشيخ، يعني سينا وشرم الشيخ وتور في كده اهتمام كبير جدا بالالعاب الرياضيه. اللاعب عبد الحميد سرور حصد الميداليه الذهبيه لكاس العالم في القوى البدنيه 19 سنه ناشئين وسط منافسه دوليه قويه جدا بمشاركه عدد من الدول الاجنبيه في البطوله اللي تم تنظيمها في مدينه شرم الشيخ. البطل عبد الحميد سرور معانا دلوقتي على التليفون عشان نبارك له وعشان نعرف منه كمان تفاصيل هذا الفوز طبعا المهم. ألف مبروك عليك، وطبعا صباح الخير عليك الأول، وبنبارك لك، وحابين نعرف منك بقى بعض التفاصيل. قلنا إزاي قدرت أن أنت تكثف تدريباتك، إزاي قدرت أن أنت تكون مستعد لهذه المواجهة الدولية؟ صباح الفل على حضراتكم جميعا وعلى كل اللي بيشاهدوني. صباح الخير عليك. قول لنا بقى يا عبد الحميد، ازاي قدرت تتأهل نفسك انت تدخل البطولة دي اصلا؟ طبعا الحمد لله. طبعا انا بتمرن في جيم في الغربية مع الكابتن حامد خلافي الدبابة. الحمد لله قدرنا ان احنا نلعب تجارب كاس العالم، وقدرنا نحقق توتال تأهيلي رقم تأهيلي، والحمد لله تأهلنا لكاس العالم، والحمد لله حصلت على ذهبية كاس العالم. جميل. عبد الحميد كلمنا كده بقى الرحله للوصول للميداليه الذهبيه، مين اكتر حد وقف معاك، ابرز الداعمين ليك عشان تحصد الميداليه الذهبيه في بطوله كاس العالم للعام الثاني على التوالي؟ طبعا دي سنه مليئه بكل الصعوبات، بمعنى الحمد لله يعني اهلي طبعا اكبر داعم ليا واكبر حافز. تاني حاجه كابتني كابتن حامد خلاف طبعا تعب معايا قوي السنه دي لغايه ما وصلت للذهبيه. طيب قولي بقى يا عبد الحميد، يعني انت 19 سنه، انت بتدرس ايه؟ انا بدرس معهد عالي السياحه وفنادق قسم مضيفه جويه. طيب ازاي بقى عرفت توفق بين تدريباتك وبين مذاكرتك، واكيد يعني كمان واجهت صعوبات في المنافسه دي، منافسه قويه قوي، فاحكي لي كده يومك بيبقى عامل ازاي، تدريباتك بتبقى امتى؟ طبعا انا بصحى عادي، بروح الكليه وبحضر سكشن عادي، تمام. باجي طبعا لو انام ساعتين طبعا، واصحى اكل و يعني اقضي احتياجي من الكربوهيدرات والبروتين علشان برضك اروح التمرين، عشان لعبتنا لعبه السترينث قوه، فبتحتاج كربوهيدرات كتير وبروتين. طب عبد الحميد، يعني كان في منافسة قوية جدا، يعني كان في لاعبين منافسين أقوياء، كلمني كده عن أجواء البطولة بقى، يعني مين أكتر حد كنت حاسس إنه منافس ليك، وكواليس البطولة القوة البدنية اللي حصلت في شرم الشيخ؟ طبعا السنة دي طبعا كانت البطولة قوية جدا، يعني أنا بشكر اللي هو محمود بركات، عمل طفرة جميلة أوي السنة دي، كان مشارك اكتر من 500 لاعب من فئات وزن مختلفه. الحمد لله قدرنا ان مصر تاخد المركز الاول، وان البطوله تتعمل على ارض مصر للسنه الثالثه على التوالي. جميل. طب قولي يا عبد الحميد، يعني ايه الطموح اللي حابب توصل له؟ هل في بطوله معينه حاطط عينك عليها؟ ان شاء الله احنا في الطريق، يعني احنا الجيل اللي جاي ان شاء الله نحقق حاجه كويسه ونرفع على مصر في المحافل الدوليه دايما. بنشكرك جزيل الشكر عبد الحميد سرور الحاصل على ذهبيه العالم في القوه البدنيه، ودايما يا رب موفق ومن نجاح لنجاح.